الإرادة لا تنطبق بمشروع الجلاجلة. النهاردة في ناس ما بتعرفش تخرج غير لما تشوف برجها والحظ بتاعها في الصبح والنهار وبالليل. عندنا مشكلة في المرأة إنها نجسة، عشان يعمل طقم في الوداس اللاتيني ممكن تعدي على الأقل 50,000 دولار. الصدرة النهاردة بنشوف أنواع الحجارة الموجودة فيها 12 نوع من الحجارة ب 12 لون مختلف، ومكتوب كمان عليهم أسماء الأسباط الاثنى عشر موجودين في الصدر. منطقة الصدر تعني الحب. أنا ما بحب واحد بقول له أنت موجود في صدري، موجود في قلبي، وهكذا. الله بيحب شعبه كله، الأسباط بما فيهم الكويس والوحش، هم الخليقة، هم الكنيسة، هم الشعب، ما زال الله يحب الإنسان. فموجودين على الأكتاف وموجودين على الصدر، وعشان كده الصدرة دي، وإن الثياب الكهنوتية موجودة للمجد وللبهاء للرب. وتكلمنا على إنه الكاهن عليه أن يكون يلبس أفضل ثياب، لأنها كانت للتقديس وليس لشخصه أو لذاته أو لتمجيده. ولكن بنستعمل الثياب الفاخرة في الكنائس هي كناية على أنه شخص المسيح اللي بيلبس أفضل ثيابه، وده من موقف خيمة الاجتماع. وقلنا الصدرة دي مقاسها شبر في شبر، يعني حوالي 20 سنتي في 20 سنتي مربعة، اللي موجود عليها الـ 12 حجر، ولكن متنية، يعني كأنها جزئيتين، جزء خفي من ناحية الصدر ما ظاهرش للبشر، والجزء الظاهر اللي هو موجود عليه الـ 12. الكاهن الأعظم دايماً معاه حجرين، واحد أسود واحد أبيض، وبيبقوا خفيين من جوه في التانية اللي موجودة في الصدرة. واحد بنسميه الأوريم والتاني بنسميه التميم. يا ترى إيه فايدتهم الحجرين الأسود والأبيض؟ هل نوع من السحر، الشعوذة، الجلاجلة، أم لها مفهوم كتابي؟ بكل التوضيحات اللي حضراتكم شاركتوا بيها والبحث، أنا مبسوط إن في تفاعل بعد ما بنروح، لأن الكورس مكثف ولكن الكلمات مظبوطة. هي كلمة عبرية والترجمة بتاعتها ما زالت تحت يعني البحث، ما زال هذا الموضوع شائك في دراسة خيمة الاجتماع. ومرات في حاجات مهما اكتشفنا فيها لسه بنبحث تاني وتاني. الرب لم يحتوي إنسان مهما كان على وجه الأرض. ده لا يعني إلغاء دور العقل، ولكن لسه في اللاهوت حاجات كتيرة محتاجين نفهمها. لكن نقدر نقول بكل الدارسين اللي اشتغلوا عن الموضوع ده في الصدرة، اللي هو كلمة عبرية معناها الأنوار والكمال. الأنوار والكمال لما بيكون الكاهن عليه مسؤولية، خاصة الكاهن الأعظم، مطلوب منه مشورة، يا ترى حيدي برأيه السديد أم يرجع لله؟ اللي هو مشروع النهاردة الصلاة. النهاردة مهما كنا كبشر عندنا حكمة، بالصلاة الله يقدر يتجلى ويتمم مشيئته لما تتوافق معنا مع الشخص المسؤول. فالفكرة دي، الحجرين كانوا بيكونوا موضوعين في الصدرة المتنية، وهو ما بيعرفش، هو مش شايفهم، يعني ما بيعرفش فين الحجر الأسود والحجر الأبيض، فبيبقوا دايما في صدره مركونين أو متخبيين من جوه. لما بيكون في حاجة عايز فيها إشارة الرب، كانت نوع من وسيلة التواصل بين الله وموسى وبين الكاهن الأعظم، كأنه بيعرف بيه مشروع إرادة الله.
ما في ناس كثيره بتعترض كانها مشروع قلقله، اوكي كل واحد حر في تفسيراته، ولكن كتابيا معناها انها كان بيطلب نعمه الله ومشورته. وهي هنا لم يفهموا في العهد القديم مباشره مشروع الروح القدس، ده شعب العهد الجديد اللي فهم الروح القدس، اللي احنا النهارده ما بنستعملش احجار عشان نفهم بيها مين دي من دي يعني الاحسن، لا بنتكلم كمشورة الروح القدس أن ينير عقولنا. فمثلا عندنا في المزمور 119 بيتكلم بيقول ذوقا صالحا ومعرفة علمني لأني بوصاياك آمنت. النهاردة محتاج أن يعرف أن بالوصايا أن يكمل الوصايا بالنعمة المشورة. في موقف تاني عندنا بيقول لنا ان دايما الاوريم والتميم يكونوا على قلب هارون عند دخوله امام الرب، يعني عشان ياخد مشوره الرب في ارادته لازم اكون موجود قدامه، وده اللي موجود كمان في حياتنا التطبيقيه في رعايانا. لما نكون فعلا عايزين نعمه الرب بندخل في المحراب، ندخل عند الهيكل عند المذبح قدام بيت القربان ونصلي ونقول يا رب نورني. فهنا بكون بتكلم معه وجها لوجه قدامه، بضع نفسي قدام حضرة الرب إنه هو يساعدني. هنا دي بعض المشاهد اللي قدام حضراتكم للصور لموضوع الصدرة والحجرين وكيف إنه يكون بيستعملهم، وطبعا في كل مرة بيضعهم بشكل عشوائي ما بيكونش عارفهم فين كان أني الحجر الأبيض أو الحجر الأسود. فبكان من طريق وسطتهم الحجر اللي بيطلع الأبيض كأنه إرادة الله متطابقة معه في الاختيار، لو طلع حجر أسود كأنه علامة بيقول له الاختيار أو الحاجة المشروع اللي انت قدمته للرب في شك أنه يكون مش مظبوط. طيب في نصوص تانية بيتكلم فيها عن هذا الموضوع، أن هل ده حصل تطبيق للفكرة دي؟ كانت فيه اختيارات عن الأوريم والتميم أم لا؟ الأسود هو التميم والأبيض هو الأوريم، الحجر الأسود هو التميم والحجر الأبيض هو الأوريم، يعني إذا ظهر الأوريم معناه الإرادة صالحة أو متوافق عليها، إذا خرج بالتميم اللي هو الأسود معناه الأمر مش محبس. في سفر صموئيل الأول إصحاح 28 هيدينا نموذج للاختبار ده للأوريم والتميم. فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب، يعني الرب لسه لم يظهر لي إرادته، بيسأله بيبحث معاه بيدور، فلم يجبه الرب لا بالأحلام. على فكرة كان مشروع الأحلام ده ليه جزئية كبيرة في الكتاب المقدس، الله بيتكلم كان بطريقة مع الأنبياء عن طريق الأحلام، وحتى الشخصيات الغير كتابية يعني غير النبوية عندنا حلم نبوخذ نصر في دانيال والملوك، وكانوا بيرجعوا لدانيال يفسر لهم الأحلام، يعني كانت دي طريقة التواصل الله مع البشر من خلال مشروع الأحلام، فكرة الأحلام واللي هي لسه متداولة النهاردة. لما واحد يشوف حلم أو يظهر له حلم بالليل ونام يصحى الصبح إيه المسج اللي أنا واصلني من الحلم ده، ويقعد يخاف ويشوف مش عاوزين. دي كانت مرحلة في العهد القديم، النهاردة بعتقد إحنا مش محتاجين عندنا نعمة الروح القدس. فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء. الأوريم اللي هو إيه؟ الإيجابي. شاول عامة اشتغل بطريقة عكس فكر الرب، شاول اشتغل بطريقة عكس الرب، وعشان كده الله ما كانش راضي عن شاول إلى أن جه داود نفسه، ودي قصة مش في صددها إحنا النهار. فقال شاول لعبيده فتشوا لي على امرأة، بدأ يفكر شاول زي ما إحنا بنعمل النهاردة، على امرأة صاحبة جان فأذهب إليها وسأل. بدأ يدخل للشعوذة، يبقى كانت مفهوم الأوريم والتميم هي كانوا بيكشف الله عبيراته للشخص اللي بيصلي، لكن مرات بيجي إجابة ومرات لا. البشر طبيعتهم بيفقدوا مرات الرجاء كأنهم لم يسمعوا صوت الرب، فمرات بيأسوا يدوروا على وسائل. وعايز أقول لكم مش بس الدول النامية اللي عندها هذا المشروع، يعني احنا نقول احنا مثلا دول نامية فبنقعد ندور على الجان والحظ والبخت، لا ده الدول المتقدمة هي اللي شغالة النهاردة بيزنس
من خلال مشروع راية الكارت اللي هو الكوتشينا والأبراج واللي بيدعوا واللي يقول ده علم فلك. أوكي أنا مش بدخل في علم الفلك ولا بنفي العلوم، لكن الإرادة لا تنطبق بمشروع الجلاجلة في الكتاب المقدس إن شئتم أو أبيتم. فاذهب إليه وسأله، فقال له عبيده هوذا امرأة صاحبة جان في عين دوردي. لكن هنا ده نص بيظهر لنا أهمية الأوريم والتميم في هذا الوقت. يعني ما عندناش النهاردة في كنائسنا أو معابدنا أو حياتنا كلمة الأوريم والتميم، بيندرج تحتها حاجات تانية ممكن تكون بالإيمان إيجابية. موضوع أن أروح للكاهن يختار لي إرادة معينة أو صالحة، بنت هتتجوز، أبونا حط الاسم الثلاث أربع إرسان دول اللي جايين تحت الكاس والمسبح وما أعرفش. طب وبعد ما حطهم أنا ككاهن وأصلي أنا برجع أدهم لك تاني، هم الثلاث ورقات بالذمة أنا عايز أفهم اكتشفت أنهي عريس فيهم سحر، لا ما ولا كلمني ولا كلمك. ففي حاجات لسه متوارث شعبي. يعني أنا مش ضد الإيمان والنعمة الإلهية، لكن في مرات إحنا كمؤمنين بنبالغ بأخطاء ونروح للكاهن وحط رقم الجلوس وصلي لي. دي حاجات محتاجين النهاردة نفكر فيها بدعوة عقلية، هل أنا ذكرت وما ذكرتش، هل أنا متوافق مع الشخص اللي هختاره في شريك الحياة أم لا. لا الله يمل عليك هذا الشرط، عليك أن تكون بعقلك وتستخدمه، لأن الرب أعطى لك هذا العقل للحكمة. ففي حاجات محتاجين النهاردة ندي ليها دعوة للتفكير، ولا نكمل مشروع الأوريم والتميم لأن ده كان في مرحلة وحقبة معينة. في مزمور اللي احنا تكلمنا عليه ذوقا صالحا، يعني اديني إرادة يا رب صالحة أعرف بها. الذوق ده مش معناه تيست للطعام، ده كمان في الإرادة، في الحوار، في النقاش ومعرفة. يعني إرادة بمعرفة، يعني الله بيرجع تاني مشروع العقل إن أنا أستعمله. في سفر العدد إصحاح 27 بيقول فاقف أمام العذراء الكاهن، هذا أسيس كاهن بالمفهوم العهد القديم، أسيس بالعهد الجديد، فيسأل له بقضاء الأوريم أمام الرب. كل مرة بيتكلم على الخير، ما بيتكلمش ان يديني أوريم وتميم. على فكرة دايما بيطلب بنعمة الرب الصالحة، يعني بالأوريم أمام الرب. حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون، يعني حتى نعمل ايه، نتقدم ولا نرجع، نمشي خطوة دي ولا نرجع لورا. وهو وكل بني إسرائيل معه، كل الجماعة كانوا بينتظروا إرشاد الرب اللي احنا بمفهومنا في العهد الجديد النهاردة هو إرشاد الروح القدس، اللي كان كمان موجود في خيمة الاجتماع في قسم المنورة اللي درسناه. إذن حتى الأوريم والتميم، حتى الصدرة، كلها بترمز إلى شخص المسيح. الكاهن الأعظم هو اللي بيرمز إلى شخص المسيح، وهو اللي بيساعد أبنائه في الإرادة الحسنة. طبعا بالمفهوم ده كأنه الرب هو اللي بيعطي الإجابة. إحنا مبارح خدنا الكتفين هما قوة وسلطة، فإذا الأصباط بياخدوا نعمة القوة والسلطة اللي موجودين على كتف الكاهن الأعلى. الصدرة بتدل على المحبة لأن مركز القلب. الأوريم والتميم بيرمزان لمشروع الحكمة اللي كان صفة من صفات فرع من فروع المنارة أو المنورة اللي خدناها امبارح. ننتقل لجزئية تانية اسمها رمانات وجلاجل. عارفين ثمرة الرمان دي اللي بناكلها اللي كلها فصاص من جوه لونها أحمر، فاكهة الرمان. والجلاجل هي مشروع أجراس، أجراس صغيرة بتعمل جلجلة بتعمل صوت. الرمانات والجلاجل دي هل هي زخرفة؟ هل هي فكرة كتابية؟ هل لها معنى في الكتاب أم لا؟ هيكون قدام حضراتكم النص اللي بيتكلم عن هذه الجزئية، الجلاجل والرمانات. وتصنع جبة الرداء كلها من اسمنجوني، وتكلمنا على الألوان، وتكون فتحة رأسها في وسطها. أعتقد بعض الطقوس ما زالت تتكلم عن الرداء أن يكون فتحة عند الرأس في الرقبة، في الطقس اللاتيني، وأعتقد في بعض الطقوس الثانية
إذا أبونا يصحح لي، موجود إن تكون الفتحة اللي هو التوب اللي بيتلبس للصلاة بينزل من الرقبة مفتوح فتح، غير في طقسنا القبطي اللي هو التونيا وتتلبس كأنها التونيا هي كأنها شكل الجلابية، لكن هنا في الرسم التوضيحي إنها تكون مفتوحة يعني مفرغة اتخرمت من النص. وتصنع جبة الرداء كلها من اسمنجونية وتكون فتحة رأسها في وسطها تتفتح في النص، ويكون فتحتها وحشيتها حواليها صنعة الحائك. دايما بيتكلم صنعة الحائك يعني الترز اللي بيشتغلها اللي هو الرب اختاره، واتكلمنا عن الأشخاص اللي ليهم الدعوة دولة إن أشخاص الرب اختارهم بأسمائهم. كفتحة الدرع يكون لها لا تشق، مفتوحة فتح يعني مش متخيطة وتقفلت عليها، مفتوحة مباشرة. وتصنع على أزيالها، هنا الجزئية بتاعتنا، وتصنع على أزيالها رمانات من اسمنجوني. اللون بتاعها لون ايه؟ اسمنجوني، حد يتذكر لون؟ أزرق. وأرجوان، لون الأرجوان، والقرمز، لا الأرجوان بنفسجي، والقرمز اللي هو الأحمر على أزيالها حواليها، وجلاجل من ذهب. على فكرة دي مش بلاستيك ولا لونها جولد، ده خامات ذهب، وتكلمنا عن الذهب هو رمز لاهوت المسيح، وخشب الصمت هو للناسوت. إذن الرموز هتصطحب معنا حتى في الملابس. طبعا اللبس اللي كان ما فيهوش أخشاب كان فيه للخيوط الخمس ألوان، ومنهم الخيط الذهب الرئيسي والأربع الألوان التانيين، وفي نفس الوقت الذهب الخالص زي الموجود عندنا جلاجل من ذهب. بينها حواليها جلجل ذهب ورمانة جلجل، يعني واحدة وواحدة، ورمانة على أزيال الجبة حواليها. فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخول إلى القدس أمام الرب، وعند خروج اللي قال لا يا موت. النقطة دي فيها شوية شرح. الكاهن الأعظم هو اللي بيدخل، ما بيدخلش مع شعب في القدس، وقدس الأقداس لا يوجد مكان للشعب عكس الكنائس والمعابد وأي مكان النهاردة في العبادة، الشعب نفسه بيدخل في مكان العبادة. في العهد القديم في خيمة الاجتماع للكاهن الأعظم بس اللي بيدخلوا دار العبادة اللي هو منطقة المقدسة، الشعب كان يدخل بس تقدمة الذبائح عشان هو خاطي يكفر عن نفسه، والكاهن بيستلم منه الذبيحة لغاية ما توصل الدرجات بتاعتها لغاية قدس الأقداس. أوكي. طيب لو الكاهن ده حصل له حاجة جوه مات، هيحصل ايه؟ يعرفوه ازاي انه مات؟ مين يقدر يدخل يجيبه؟ كانوا يسحبوه. ازاي يعرفوا انه مات؟ الصوت اللي هو ماشي زي الحصان تك 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 ده هيبطل. فكانت الجلاجل ده، شوفوا الله بيهتم بتفاصيل دقيقة عشان لو حاجة حصلت. ده في ناس كانت في تفسيرات كتبت انه كانوا بيربطوا، بس انا معرفش المعلومة دي ملهاش نص كتابي، انه بيربطوا يعني زي رجل الكاهن لو حصل له حاجة يسحبوه لأحسن إيه ما يقدروش يدخلوا، لأن جوه هيشوفوا قدس الأقداس لأن هو موجود في منطقة القدس، وحتى الكهنة ما كانوش بيدخلوا قدس الأقداس، فاهميني؟ الكهنة ما بيدخلوش في قدس الأقداس. فبالتالي بيقولوا ناس بتفسر إن لو مات كاهن جوه يسحبوه بالحبل اللي كان مربوط بيه لأن الأجراس بطلت ترن، لكن ده ما عنديش مرجع كتابي للفكرة دي خالص. ندخل في تشريح شوية نقطة الرمانات. الرمان جوه مليان فصاص لونها أحمر، أوكي، وعندنا الرمانات دي بتتعمل مش بيجيب الثمرة الحقيقية يعني مش الفاكهة، بيعملها بالخيوط، وبيت هي الرمانات عندنا اللون البنفسجي والأحمر وكله موجود. إيه الدلالة لفكرة الرمان؟ اختار ليه الثمرة دي؟ أولا الرمان هو ثمر كثير العدد من الداخل، الفصاص بتاعته الحبات بتاعته مملوءة غزيرة جدا، أوكي، وباللون الأحمر يعني هناك عمل، هناك جد، هناك شغل. الثمرة هي نتيجة العمل. فإذا هذا الكاهن عليه أنه في التفسير بتاعنا أن يكون له ثمار مثل الرمان في الخدمة بتاعته والتبشير وبخدمة المسيح وبالدم اللي هو المصلوب، والجلاجل هي نوع من الإعلان التبشير، الصوت الجلاجل الأجراس دي الذهب
أبشر بصوت الرب. الجلاجل الذهب هي رمز الله، رمز للمسيح، وعلى الكاهن من خلال متابعته للرعية بتاعته للشعب بتاعه يكون له الثمار من المعلم بتاعه اللي هو الذهب اللي بيتحرك. يبقى الذهب رمز للمسيح، مفروض أنا ببشر بشخص المسيح. يبقى ككاهن يكون أعمالي لها ثمار، ولكن مرات وكلماتي بتكون أكتر من الثمار بتاعتي أو الإنتاج بتاعي اللي موجود في مجتمع أو في الخدمة بتاعتي. فبدون رمزية الرمان يكون لها حبات كثيرة على المعلم أو على الكاهن أو على الخادم أن يكون له ثمار أكثر من أن يكون بيرن فقط بدون إنتاج أو ناس فعلا عايشة معه. ويبشر مش بنفسه ولكن يبشر بشخص المسيح نفسه. عشان كده كل ما هو داخل الخيمة هو مقدس، الثياب مقدسة وترمز لشخص المسيح. فهنا يبقى الرمانات، علينا نراجع موضوع ان الرمانات هي نتائج للثمار اللي بنبشر بيها بعمل الروح القدس عن شخص المسيح نفسه. زي في يوم العنصرة التبشير أتى بثمار عديدة وناس كثيرة تحولت في العنصرة وآمنت بشخص يسوع المسيح. في العمة اللي فوق يعني على رأس الكاهن بيلبس عمة بيضة، وكل ما هو أبيض هو رمز للنقاء، رمز للنقاء. هذا الشخص النقي. الكاهن كان لازم يلبس الجبة الأولى هي اللون الأبيض وفيها الألوان التانية. كان في طوق على جبين الكاهن اللي هو نسميه تاج، وهذا التاج مكتوب عليه عبارة صفيحة من ذهب، صفيحة لأنها تقدر تتحرك فيها وتلفها، مش حاجة جامدة، ها، وعلى القميص العمامة بيتكلم عنها إيه صفيحة الذهب والقميص والعمامة. وتصنع صفيحة من ذهب نقي. إحنا فرقنا لما قلنا ذهب بس وذهب نقي في الرموز بتاعتنا. الذهب بيتكلم عن شخص المسيح، ذهب النقي كأنه عن الآب، اقنوم الآب أو عن الرب. وطبعا في الاثنين بيتكلم عن مجد الرب وبهاء الرب. وتنقش عليها نقش خاتم. كل ما نقول نقش الخاتم معناه ده ختم معتمد ان الرب ختم عليه، يعني حاجة مقدسة منه. واحنا دايما الختام اللي وصلت بعدين هنا في الملوك انها دايما بيبقى الختم بتاعها هو المعتمد، هو شخصه. الخاتم او الختم هو يمثل الشخص. فايه اللي بيمثل هذا الشخص؟ ان الرب نفسه كأنه بيختم على هذا الطوق أو الصفيحة الذهبية أو التاج ده مكتوب عليها وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب. يعني بيتوج الكاهن بمشروع قداسة من الرأس أن هذا الشخص يكون قدس مقدس للرب، مقدس للرب. اللي جات منها بعدين تتويج الملوك بمشروع التاج اللي بعدين بيدخل في الطقوس الشرعية واختلافها حتى الغير شرعية. حكاية التاج اللي بيكون بيوضع على المطران أو الأسقف أو البابا وهكذا، كل ما هو مشروع تاج أو طلسانة في الكهنوت هو معناه انتبه أنت بيض مقدس للرب، وعليك أن تأخذ صفة قدسية الرب وتضعها على خيط الإسمنجوني لتكون على العمامة. يعني هتربطها بالخيوط الإسمنجونية الزرة اللي هي رمزية السماء اللي هو رمز يسوع المسيح. فتكون على جبهة هارون، فيحمل هارون اسم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل جميع عطايا أقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب. التاج اللي هيلبسه هارون اللي بيه مقدس بيه، أنت أصبحت شخص مقدس لما يكون الرب راضي. هنا في صفة أن نكون علامة أن الرب راضي عنك، الرب راضي عنك. لما يكون شخص ينزع عنه التاج، يعني تشال عنه هذه السلطة، تشالت عنه هذه القدسية، لما يجرد من الرتبة بتاعته معنى تشالت منه هذه القدسية، أن الرب لم يعد راضي عنه. وتخرم القميص من بوص وتصنع العمامة من بوص والمنطقة تصنعها صنعة الطراز. البوص احنا قلنا ده نوع الخيوط الكتان الأبيض اللي هو كان حتى مرحلة فرعونية. هذه مشهد من مشاهد
التاج اللي موجود على ملابس الكهنة، يبقى الصفيحة الذهبية مكتوب قدس للرب، ويربط بخيوط الإسمنجونية الزرع فوق العمامة حتى يكون هذا الشخص مقدس بها. قدام حضراتكم بس مش هاخد النص الكامل لده، الثياب في آية 42 بيتكلم عن سراويل من كتان لستر العورة من الحقوين إلى الفخذين تكون، في آية 42 ده كان طلب كمان الرب من هارون أن يفصل سراويل، كانت مشروع لسه بداية أن الشخص حتى يلبس إنجاز التعبير الملابس الداخلية، حتى من هنا لأنه لازم يكون قدام الرب باللبس الأبيض الكامل اللي هو يعني معناه رمز للنقاوة، ويكون لستر العورة من الحقوين إلى الفخذين تكون العلامة اللبس السراويل دي، كان بيلبسها هارون وبنيه، ودول رمز المسيح اللي هو كامل وشخص نقي ومبارك. في الحالة دي معنى الكان ما عندوش عري اللي يستره، معنى انه كامل كشخص كامل، ما مش بيتكلم على مواضيع الجسدية ولكن بيتكلم عن رمزية عري الخطيئة اللي كانت في مشروع الخلاص في موضوع آدم وحواء لما خرجوا والرب ألبسهم لما أصبحوا عريانان بالخطيئة. هنا كمان عندنا نصوص في العهد الجديد لمس التوب، أنا واخدها بس بالصور، الامرأة اللي نازفت الدم، فاكرين النص ده، بتيجي ست مريضة لفترة كبيرة وبتنزف دم، واللي بيدرس مشروع الدم في العهد القديم هو رمزية النجاسة، أوكي؟ ورمزية النجاسة الشخص اللي عنده دم غير مستحق أن يدخل في منطقة الأقداس، وده اللي حتى بنشوفه في مشروع السامر الصالح، لما كان السامر الصالح شايف واحد مقتول ومرمي وجريح ما يقدرش يلمسه لأنه هيتنجس. طب إيه مشروعنا في النقطة دي؟ الثوب الأبيض اللي كان موجود في العهد القديم في ملابس الكهنة، يسوع نفسه بيلبس كان الثوب الأبيض. طبعا احنا ده شوية بنتصوره من خلال الأفلام أكتر، ولكن النص الكتابي بيدينا في أكتر من حادثة كانت في ناس منتظرة تلمس الثوب حتى تشفى، منها القصة الشهيرة بتاعت المرأة نازفة الدم دي. فإن هذا الثوب علامة للتقديس اللي هو علامة للمسيح، والمسيح إذا بيلمس بيشفى الإنسان من خطيته. وكانت الست كل أمنيتها إنها بس تلمسه، إيمانها كان قوي جدا إنها تلمسه. عايز أقول حاجة، عندنا مشكلة النهاردة في مشروع المرأة إنها نجسة، وإذا عندها الدورة الشهرية أو الحاجة الطبيعية دي ما تقدرش توصل لقدس الأقداس والمقدسات والإفخارستية والمناولة. لكن أنا بكنيستي النهاردة بتكلم إن المسيح هو مقدس للجميع، ومقدس للخطأ، ومقدس للمرضى اللي محتاجين التوبة، اللي بيدوروا على يسوع. فناخد زاوية للتأمل سريعة في نقطة المرأة النازفة الدم، هي لمست مين؟ شخص المسيح وثوبه، حصل لها إيه؟ نهاية الشفاء، النعمة، القداسة. فكيف يكون في عصر المسيح يسمح لامرأة نجسة أن تلمسه؟ وهنا مش بترمز رمزية جسد ودم المسيح، ده جسد المسيح نفسه، وإحنا أهل العهد الجديد، المرأة اللي بتمر بدورة شهرية لا تتناول، وممنوع توصل للقدس والأقداس. أنا لا أعمل مشروع إباحية ولكن بعمل فكرة النصوص بتقول كده، المسيح سمح ليها تلمسه، يعني معناه سمح لها تلمسه، تعيش معاه، تسمح لها تأكله في الإفخارستية، تتناول منه. فعندنا حاجات النهاردة آسف لا تصلح في لاهوت هذا العصر، نقول للمرأة ليك مكانة وتنفصل في الكنيسة في مكانة، وإذا كانت كده ما تجيش الكنيسة، والمعمودية مش عارف إمتى. في حاجات النهاردة ارجعوا للنصوص، النص لم يتكلم عن كل شيء بحرفيته، ولكن نفهم مضمون من بعض النصوص دي. النهاردة المسيح
سمح للمرأة اللي كانت الشريعة بتحرمها وتصنفها بأنها نجسة، هو نفسه جاي عشان دي، سيبوا 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 كل الناس، أنا عايز دي بس. أوكي، كانت دي فكرة النهاردة دعوة الكنيسة، نفكر ما فيش حد إنسان كامل على وجه الأرض ولا رجل وامرأة، ولكن بدم المسيح خدنا هذه النعمة، ومشروع الخلاص خدنا هذه النعمة. فأنا بدعو لكل امرأة إنها لا تخاف أن تلمس القدسيات، إنها توصل لله. الله هو كان مشروع الخلاص ده، تلمس هذا التوب. على ثيابي تسارعوا، تنازعوا، اتخانوا، عملوا مشاكل. ليه؟ لأن هذا الثوب مقدس، لنعمة خاصة، لأنه قدس من أيام خيمة الاجتماع. يقول لنا حتى في المشهد المسيح في قيامته بيدينا مشهد الأبيض، وهذا الثوب الأبيض بيشيل كل ما هو أسود مقابل لي، وكل ما هو منزوف، وهكذا. في المشهد اللي قدام حضراتكم هنا بنشوف حتى الأيقونات، وده مش في تخصص النهاردة، بيضعوا الكاهن هارون عليه التاج، وثم وضعوا يسوع في الأيقونات عليه التاج. وبيتكلم هنا في كل تنصيب هارون ككاهن وتنصيب كل الكهنة، بيكونوا بيتحط عليهم التاج. دي نفس فكرة مشروع الحاجات اللي هو بيتكمل فيها تتويج هذا الكاهن. حاجة أخيرة ومش واخد فيها جزء للشرح، الحزام اللي هو بيربط باللي هو الجبة أو التونيا أو الجلابية، أي المصطلحات اللي نفهمها النهاردة، هو رمزية العمل، العمل الجاد، على الكاهن أن يشتغل بعمل جاد. بمفهوم الحزام في الكتاب المقدس أو الحبل ده، إن هو إنه شد حلو، شد الهمة، اشتغل في التبشير، في العمل الإلهي. عشان كده كان يتمنطق عندنا حتى في مشروع، وعندنا فرنسيسكان متميزين بالحبل الأبيض، بس خدوا بدل الشدة خدوا معاه ثلاث ندور تانية أكتر من الشدة، العفة والفقر والطاعة، المشروعات الإنجليزية. ولكن حتى في غسيل الأرجل في يوم خميس العاد بيتمنطق ويتازر، بمعنى إن هنا مرحلة العمل للخدمة. فحتى هذا الكاهن أنه يتمنطق بالحزام، يعني في وسطه بيشده للعمل والخدمة. الكاهن الأعظم هو بيشير للسيد المسيح في كل رموزه، يعني سواء كان هدومه، سواء كان اللي هو بيعمله، هو بيشير إلى السيد المسيح. الكاهن دوره في العبادة منقسم لأكثر من قسم. أولا هو خدمي وتعليمي، وكمان بيكون لإرشاد الشعب. كمان بنشوف بعض الكهنة ليهم خدمات اجتماعية، يعني بيكون بيخدم في مدرسة، بيكون معلم للتعليم المسيحي للطالبات وللطلبة الصغيرين. بنشوف بعض الكهنة كمان هم مديري مدارس، يعني بيكونوا في الإدارة داخل المدرسة. برضو ده كله بيكون نوع من الرسالة اللي بيقدمها والشهادة وسط مجتمع اليوم.